everyone, Mr. Letty here with important information about the school surveys, but I'm going to let Mr. Nejem talk for me. Assalamu alaikum. كل طالب جاه للمدرسة خد ظرف من الظروف دي ياخده من البيت يوديها لكم إن شاء الله. الظرف ده جواه السيرفي يعني زي ورقة تملوها برأيكم في المدرسة. هل المدرسة فيها أي مشاكل؟ في أي مشاكل في أي حاجة أو مدرسين؟ دي السيرفي دي فرصتكم أنتم أن تعرفونا إحنا إن شاء الله لو في أي مشاكل في المدرسة أو في أي حاجة عايزين تزودوها. لو الطالب بتاعكم ما خدش الظرف ده أو ضيعه خلوه ضيعه هنسيب لكم ويب سايت هنا موجود على الشاشة خشوا على الويب سايت تقدروا تاخدوا السيرفي بالعربي أو بالإنجليزي أو بأي لغة أنتوا عايزينها ولو مش عارفين توصلوا للويب سايت اتصلوا بالرقم هذا والرقم ده هيديكم الكود الرقم ده هيديكم الكود تقدروا تاخدوه ويدوكم ظرف جديد أو يدوكم الويب سايت إن شاء الله لو عندكم أي أسئلة اتصلوا بالمدرسة اتسألوا على حد يتكلم عربي هكلمكم إن شاء الله مستر لاري رئيس المدرسة سعيد جدا منكم ان شاء الله لو خدتوا فرصة ان تتم الظرف هذا شكرا Thank you All right, that's it.